بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما وشرحهما في الدارين، آمين. الحديث التاسع في باب كثرة تعدد طرق الخير. عنه اللي هو سيدنا أبي ذر، بقى لنا 9 أحاديث كله عنه، فهمت بقى كلها إيه؟ عن سيدنا أبي ذر يعني. عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. أهو ده في حذف برضه. ليه؟ لأن لا إله إلا الله بعنوان الشهادتين وليس الاكتفاء بها، في حذف معلوم ومنصوص عليه، فهمت إزاي؟ وبالتالي النبي اكتفى عليها، قال لك لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن لا يعتد بالاعتراف بالألوهية دون الاعتراف بالنبوة، لأن النبوة هي الوسيلة التي توصل إليك مراد الله منك عن طريق الوحي. عقلك ما يوصلكش، عقلك ممكن يوصلك إن في إله خلقك، وإن هذا الإله حكيم ومدبر وأنه عظيم وأنه قديم، كل ده بعقلك. طب عايز مني إيه؟ طب خلقني ليه؟ إيه اللي يرضيه وإيه اللي ما يرضيهوش؟ وهيعمل فيا إيه بعد ما أموت؟ طب وليه جابني أصلاً؟ وليه خلقني؟ كل الإجابات دي ما تعرفهاش إلا عن طريق الوحي. فهمت بقى إزاي؟ يبقى أفضلها قول لا إله إلا الله، يعني محمد رسول الله. شفت الحذف هنا محذوف لكن للعلم به من نصوص أخرى، فهمت بقى إزاي؟ يعني إيه؟ الزركشي ورانا، سيبنا الزركشي هناك في إيه؟ في البرهان، لقيناه طالع لنا هنا في رياض الصالحين. ليه؟ لأن طريقة الفهم لابد أن تكون موجودة في إيه؟ معاك في كل وقت، في كل حال. زي ما قلت لك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني لا إله محمد رسول الله، فدي عنوان الشهادتين وليس للاكتفاء بأحدهما، فهمت إزاي؟ لا إله إلا الله، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. البضع 3 إلى 9 بكسر الباء وقد تفتح، بضع وبضع، وقد هنا أما يقولك قد تفتح، قد تدل على التقليل هنا، تدل على التقليل، لأن قد لما يجي بعدها فعل مضارع يدل على التقليل وعلى الاحتمال وعلى الظن، لكن لما تيجي بعدها فعل إيه؟ فعل ماضي، تدل على التحقيق. قد جاء أمر ربك، شوف جاي لما تيجي قد كده بعد فعل ماضي وبعدها فعل ماضي تدل على التحقيق. طب لو جاءت بعدها فعل مضارع كده وكده، تقول قد ينجح البليد، يعني احتمال، بس احتمال بعيد شويه، واخد بالك؟ اما يبقى ليه مثلا ايه معرفها شويه بالايه في لجنه الامتحان يعملوا له، يبقى ايه؟ وقد تفتح، يعني ايه؟ من نفس الكلام كده، يبقى على القليل، على لغه قليله يعني، فهمت ازاي؟ مش على الفصيح، فهمت؟ يبقى البضع 3 إلى 9 بكسر الباء وقد تفتح. والشعبة القطعة، الحديث 10. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني واقف على حوالين البئر قاعد بياكل التراب الايه اللي حوالين البئر عشان فيه شويه رطوبه، بيحاول يستخلص منها الميه، ادي بياكل ايه؟ الثرى من العطش، يعني كلب بيفهم برضه،
واخد بالك من شدة العطش اضطر ايه يمص التراب الرطب علشان محتاج المية. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا الصحابة فوجئوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ البهيمة دي لما سقيها دي هاخد أجر عند الله؟ حاجة غريبة ما كانتش في بالهم، فهم؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. يبقى شكر الله له يعني قبل عمله، فإيه؟ فأثابه عليه. ولا شكر له يعني ربنا قال له شكرا يا عبدي؟ لا، يبقى شكر الله له يعني قبل عمله فأدخله الجنة. والشكر منها الشكور، من أسماء الشكور، أي الذي يقبل العمل الصالح ويثيب عليه. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش. الركية اللي هي البير، البير قبل ما يتعمل له سور كده، يبقى ايه ركية؟ لما يتعمل له سور يبقى ايه؟ مطوية. بير مطوية، مطوية يعني معمول لها سور كده، حفر. بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. يعني دليل ان بني إسرائيل هم دول اللي بدعوا البغاء اللي هو الزنا بالأجر، فهمت ازاي؟ وعشان كده نشروه في أوروبا ونشروه في كل البلاد، وحتى دور الدعارة والحاجات دي والأفلام اللي هي كلها يعني خدش للحياء تلاقي وراءها مين؟ شركات يهودية. فطول عمرهم هم ايه؟ شغالين في قلة الأدب، فاهم؟ المهم: إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول ركية وهي البئر. نشوف الشرح، هنكتفي بالحديثين دول بس نقرأ شرحهم. الحديث التاسع عنه، أي أبي هريرة. يبقى احنا عنه هنا الظاهر الحديث اللي قبل كده كان ايه؟ كان أبي هريرة بقى. عنه استنى ما نشوف بس عنه، لأنه اللي هو السادس كان عن أبي هريرة. السادس كان عن أبي هريرة اللي هو قال فيه: كل سلامة من الناس عليه صدق. يبقى من السادس للتاسع عنه، عن أبي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع بكسر الباء وقد تفتح، سيأتي معناها، وسبعون أي شعبة، ولذا صح الإخبار عنه بستة وسبعون، وهي غيره ضرورة مغايرة الجزء للكل. يعني الشعب غير الإيمان ضرورة مغايرة الجزء للكل. يعني لما أقول إيد، الإيد دي تبقى إنسان؟ هي جزء الإنسان ولكن ليست كله، فلا بد أن يغير الجزء الكل، فهمت بقى إزاي؟ وبه يعلم ما في قول المصنف: الحديث نص في إطلاق اسم الإيمان على الأعمال، وحاصله أن التقدير شعب الإيمان أو شك من الراوي، أو ما هو قال لك أو بضع وستون، أو دي بقى إيه؟ شك من الراوي، والشك المذكور عند مسلم وكذا عند البخاري من طريق أبي ذر الهروي كما نقله العيني. أبي ذر الهروي أحد رواة صحيح البخاري، كما نقله العيني. العيني له إيه؟ شرح على صحيح البخاري، الإمام العيني الحنفي. وعليه فقول المصنف متفق عليه في محله: بضع وستون، ورجح بعضهم رواية وستون بأنها المتيقنة وما عداها مشكوك فيه. وصوب القاضي، القاضي اللي هو القاضي عياض، الأولى بأنها التي في سائر الأحاديث ولسائر الرواة، ورجحها جماعة منهم المصنف بأن فيها زيادة ثقة فتقبل. واعترضه الكرماني بأن زيادة الثقة أن يزاد لفظ في الرواية، وإنما هذا اختلاف روايتين مع عدم التنافي بينهما في المعنى، إذ ذكر الأقل لا ينفي الأكثر، أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالستين
ثم أعلم بزيادة فأخبر بها، ويجاب بأن هذا متضمن للزيادة كما اعترف به الكرماني، فصح ما قاله المصنف. نعم، اعترض عليه بأن من زادها لم يستمر على الجزم بها، لا سيما مع اتحاد المخرج. ثم هذا العدد قيل المراد به التكثير والمبالغة، مش نفس العدد يعني. وعليه فهي ترجع إلى أصل واحد، وهو تكميل النفس بصلاح المعاش المؤدي إلى تحسين المعاد، وذلك بأن يعتقد الحق ويستقيم في العمل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لسفيان الثقفي حين قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وأيد بعضهم أن المراد التكثير، بأنه لو أراد التحديد لم يبهم. قال: فذكر البضع للترقي، اللي هو إيه البضع يعني، للترقي، لأن الشعب لا نهاية لها لكثرتها. وقال آخرون: بل المراد حقيقة العدد، ويكون النص وقع أولا على البضع والستين لكونه الواقع، ثم تجددت العشرة الزائدة فنص عليه. وبهذا يجاب على اختلاف الروايات، فيقال بتقدير صحة الجمع لعله صلى الله عليه وسلم نطق بأقلها ثم أعلم بأزيد منها وهكذا. والإبهام فيه لا فيه اللي هو البضع ده إيه؟ إبهام، لأن البضع ده من 3 ل 9. طب هي 73 ولا 74 ولا 75 لحد 79؟ ففي نوع من الإبهام كلمة إيه؟ البضع دي. والإبهام فيه لا دليل فيه لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم اتكل على أفهام السامعين، مع ذكر المراتب الثلاثة الآتية في الحديث التي إذا حقق النظر في المقايسة بها أدرك ذلك، إلا أن هذا صعب الارتقاء رفيع الذرة، والاختلاف النظر في تلك المقايسة اللي هو العد يعني. كل بقى مصنف أو مؤلف أو محدث يحاول يجمع لك بقى شعب الإيمان ويحاول يعدها، 1 2 3 4 يألف ويحد 1 2 3، فهم ايه اختلفوا طرقهم في المقايسة في قياس العدد يعني، فهمت؟ لاختلاف النظر في تلك المقايسة اختلفت أعداد قوم من العلماء لبقية تلك الشعب، ولم ينالوا بخوض غمر تفاصيلها بيان تلك التفاصيل على الحقيقة، مع خطر التعيين واحتمال أنه لم يصادف مراده صلى الله عليه وسلم، كابن حبان وغير ممن يأتي النقل عنه. بضع وستون شعبة بضم أوله شعبة يعني المعجم، معجم يعني منقوط يعني، وسكون ثانيه المهمل اللي هو العين يعني ما عليهاش نقطة، وبالموحدة اللي هي الباء عشان فيها إيه؟ فيها نقطة واحدة. قال الحافظ ابن حجر: لم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، فإنه قال: عددت كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فإذا هي 79 لا تزيد ولا تنقص، فعلمت أن المراد أنه المراد. وقد نقلها كذلك الكازاروني في شرح المشارق، وبين كل ما جاء من الكتاب والسنة، ولم يعز ذلك إليه، لم يعز ذلك لابن حبان يعني، وهو محتمل انه هو اجتهد لوحده وابن حبان اجتهد لوحده لتواردهما على عد ذلك، وان كان فيه بعد، وان يكون ناقلا عنه وترك العزو اليه مع كونه الاولى للاتفاق على مقتضاه. وضبطها كل من البيضاوي والكرماني بطريقة. قال الحافظ اللي هو ايه ابن حجر يعني: وقد رأيتها تتفرع عن اعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده، وبأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوثه وما دون ذلك، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر وسؤال القبر والبعث والنشور والحساب
والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك التكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. كل دي أعمال إيه؟ قلوب اللي فاتت دي كلها. وأعمال اللسان تشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليم، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأعمال البدن اللي تالت حاجة بقى تشتمل على 38 خصلة، منها يختص بالأعيان ما يختص بالأعيان، وهي 15: التطهر حسا وحكما. يعني ايه حكما؟ بالتيمم. التيمم ده تطهر حكمي مش حسي، فهمت ازاي؟ يبقى التطهر حسا وحكما، او بالنسبة لدائم الحدث فالتطهر برضو ايه؟ حكمي مش حسي، الحدث نزل على طول، فهمت ازاي؟ يبقى التطهر حسا يعني ايه؟ بالوضوء والغسل وغسل الجنائز وغسل النجاسات، وحكما بالتيمم او الوضوء والغسل بنية استباحة الصلاة لدائم الحدث. ويدخل فيه اجتناب النجاسة وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك فرضا ونفلا يعني، وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك فرضا ونفلا، والطواف والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الكفر، والوفاء بالنذر، والتحري في الإيمان والتحري في الأيمان، أو ممكن الإيمان برضو، وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع، وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، ومنه اجتناب العقوق وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة، والرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي 17: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد، ومنه المرابطة، وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، والفرض، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، ومنه جمع المال من حله، يعني إيه؟ تحري الحلال في الرزق يعني، وإنفاق المال في حقه، مش تنفقه في الباطل، يشتري خمرة وإيه؟ ويشتري سجاير ويلعب قمار ويتاجر في الحشيش ويعمل البلاوي دي كلها، فهمت؟ لازم إيه؟ إنفاق المال في حقه. وفي ترك التبذير والإسراف، والفرق بين التبذير والإسراف إيه؟ الإسراف هي المبالغة في المباح، ده اسمه إسراف، بدل ما اشتري لي بدلتين البسهم اشتري لي 50 بدلة. طب ليه 50؟ فهمت ازاي؟ ملاش لازمه. طب هو شراء البدل الحرام يا عم الشيخ؟ لا مش حرام يا عم الشيخ، بس ده اسراف. انا حفطر اجيب لي رغيف ولا اجيب لي 100 رغيف؟ اجيب رغيف، ما هو 100 رغيف هينشفوا ويبوظوا، فهمت بقى ازاي؟ فالاسراف هي النفقه الكثيره في المباح الى ايه؟ حد ايه؟ اتلاف المال، ده اسمه إسراف. طب والتبذير؟ النفقة في الحرام ولو قليل، ده يبقى مبذر، فهمت بقى ازاي؟ يعني اللي يشتري علبة سجاير اسمه ايه؟ مبذر، لانها حرام. واللي يشتري 10 أزايز عصير وهو قاعد لوحده حاطط 10 أزايز قدامه عصير قصب، واخد بالك؟ تقول له كده حرام، يقول لك هو عصير القصب حرام؟ حرمته ليه يا جماعه؟ لا حول ولا قوه، ويزعل. يا عم لان انت جايب 10 وانت مش هتشرب الا واحده، ده جايب 10 ليه؟ بتضيع مالك، فهمت؟ طب اعزمني، ما
مثلا، عشان تبقى اقول لك حلال، اما تعزمني هقول لك حلال. يبقى فهمت الفرق بين التبذير والاسراف؟ يبقى الاسراف النفقه الكثيره في الحلال فوق حد الايه؟ الحاجه والضروره. فهمت ازاي؟ لكن التبذير النفقه في الحرام ولو قليل. ورد السلام وتشميت العاطس وكف الضرر عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق، فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض. وقال الحافظ السيوطي في حاشية سنن أبي داود بعد أن رجح رواية 70 وأنه لا يلتفت إلى الشك، فإن غيره من الثقات قد جزم بأنه 70، ورواية من جزم أولى. قال: ومقصود الحديث أن الأعمال الشرعية تسمى إيمانا وأنها منحصرة في ذلك العدد، غير أن الشرع لم يعين ذلك العدد لنا ولا فصله، وقد تكلف بعض المتأخرين ذلك فتصفح خصال الشريعة وعددها حتى انتهى بها في زعمه إلى ذلك العدد، ولا يصح له ذلك لأنه يمكن الزيادة على ما ذكره والنقصان منه ببيان التداخل. والصحيح ما صار إليه أبو سليمان الخطابي وغيره أنها منحصرة في علم الله وعلم رسوله وموجودة في الشريعة مفصلة فيها، غير أن الشرع لم يوقفنا على أشخاص تلك الأبواب ولا عين لنا عددها ولا كيفية انقسامها، وذلك لا يضرنا في علمنا بتفاصيل ما كلفنا به من شريعتنا ولا في عملنا، إذ كل مفصل مبين في جملة الشريعة، فما أمرنا بالعمل به عملنا، وما نهينا عنه انتهينا، وإن لم نحد بحصر أعداد ذلك. يبقى الخطابي إيه حل المشكلة وإيه وحل الخلاف اللي بين العلماء، ده بيعد بطريقة وده بيعد بطريقة وده بيعد بطريقة، حيرونا. فهمت؟ فالخطابي قال لهم: يا جماعة مش شرط تبقى محصورة عدا، لكن هي موجودة إيه مفصلة في الشرع الشريف، فكل أمر أمر به الشارع اعمله، وكل نهي نهى عنه الشارع ابتعد عنه، وما تقعدش تعد، اشتغل أحسن بدل ما تقعد تعد ومضيع وقتك. فهمت بقى إزاي؟ فأفضلها هي خبر لشرط محذوف، أي إذا كان الإيمان ذا شعب متفاوتة فأفضلها قول لا إله إلا الله، وتكتب فيها عنوان الشهادتين، تكتب فيها إيه؟ عنوان الشهادتين، لإنبائها عن التوحيد المتعين على كل مكلف، والذي لا يصح غيره من الشعب إلا بعد صحته، فهو الأصل المبني عليه سائرها، والضيف عليها كمان والاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويندرج في نبوة النبي نبوة سائر الأنبياء. يعني لابد من الاعتراف بالألوهية واعتراف بالنبوات. فهمت بقى إزاي؟ هي ودي النجاة. وأدناها أدونها مقدارا من الدنو بمعنى القرب، ولذا استعمل في مقابلة الأعلى. إماطة بالمهملة أي إزالة الأذى أي المؤذي، وإن خف كشوكة أو حجر، وفي رواية إماطة العظم عن الطريق، ووجه كونها أدناها أنها لدفع أدنى ضرر يتوقع حصوله لأحد من الناس، عشان كده ما فيش داعي إن احنا نسيب شوارعنا محفورة، إيه واخد بالك، ومش متسفلتها، فسفلتت الشوارع دي من شعب الإيمان، بل أدنى شعب الإيمان، فلازم مصلحة الطرق والكباري واخد بالك والأحياء يقوموا بسفلتة الشوارع، خصوصا شوارع المقطم التي هي مملوءة بالتقطيم وإيه، لأن دي أدنى شعب الإيمان، يعني مش بيعملوا أدنى شعب الإيمان. وبعدين يجوا السكان كمان يرموا الزبالة بتاعتهم من البلكونة، كده ما يصحش. طب وبعدين يقول لك: لا أنا ما أرميهاش من البلكونة، أنا بنزل الحمد لله في الأسانسير وحطها في الشارع بهدوء كده، برضه كده حرام، كده برضه حرام، ده بيحطوها في الشوارع العمومية على الرصيف الوسطاني، تمشي بالشارع لا على زبالة الشوارع، إيه المناظر دي؟ أجدادنا ما كانوش كده يا أخي، إحنا أجدادنا ده كانوا بيضربوا المثل بشوارع بلادنا النظيفة أيام أجدادنا، والوقت إحنا جينا إيه؟ سوقنا سمعة بلادنا بسبب إيه؟ هذه القاذورات اللي بنرميها طول النهار في الشوارع، ما يصحش، خدت بالك؟ فلازم ايه نعلم اولادنا ان ما يرميش الاكياس من ايده ولا يرمي الزباله من ايده، ونتحط كده ايه يعني سلات مهملات في كل الاماكن بحيث ان الواحد يحط فيها، او محطه ما لقيتهاش حطها في كيس وشيلها لحد ما تروح بيتك، وحطها في الزباله بتاعتك لحد ما يجي الزبال اللي هو ما بيجيش اصلا ياخدها منك،
واخد بالك، يبقى على المصالح الحكوميه ومجالس المدن وغيرها تعين موظفين زبالين يجمعوا هذه الزباله والقمامه حتى يعينوا الناس على اداء مصالحهم واداء اوامر دينهم. فهمت بقى ازاي؟ فالامور كلها ملتبسه بين الافراد وبين الهيئات وبين الجماعات، فلا بد الكل يتضافر ويتعاون مع بعضه البعض، وما تتحججش ان اصله مش عارف ايه واصل ايه، لا، اعمل على قدر ما تقدر، وما نرميش الحاجات دي برضو في النيل، حرام. يقول لك اصل النيل ده مش الطريق، ما حدش بيمشي في الميه. يا عم ازاي بقى تلوث الماء؟ النبي نهى عن تلويث الماء والبول في الماء الراكد والماء الجاري. شوف النبي يعني علمنا التحضر وعلمنا التمدين، فهمت بقى، صلى الله عليه وسلم. فلازم نرجع ايه لاصول ديننا تاني وفروع ديننا. والحياء بالمد وهو لغه تغير وانكسار يعتري الانسان من خوف ما يعاب به ويذم عليه، او انحصار النفس خوف ارتكاب القبائح، وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح شرعا ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. شعبة عظيمة كما يومئ إليه التنكير من الإيمان لتكفله بحصول سائر الشعب، لأنه يحجز صاحبه عن المعاصي، إذ الحيي يخاف فضيحة الدارين فينزجر عن كل معصية ويمتثل كل طاعة. وأرفع الحياء من الله، وهو ألا يراك حيث نهاك، وإنما ينشأ هذا من مراقبة ثابتة للحق والمعرفة به، وهي مقام الإحسان. والحياء من رسول الله، لأن عملك بيعرض عليه، مش احنا عملنا بتعرض على رسول الله؟ تقوم تعك الدنيا وعارف اللي عكك ده هيتعرض على النبي، استحي يا أخي من النبي، هتقابله ازاي؟ فهمت ازاي؟ فلازم الواحد يستحي من الله ويستحي من رسوله. الله لأنه معنا حيثما حللنا، يراقبنا سبحانه، فهمت ازاي؟ والنبي لأنه بتعرض عليه أعمالنا وأمواتنا، آبائنا وأجدادنا بتعرض عليهم أعمال أبنائهم وهم في قبورهم. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تؤذوا أمواتكم بسوء أعمالكم، فإن أعمالكم تعرض عليه. فالواحد يستحي حتى من الميت لو ما استحاش من الحي، فهمت ازاي؟ اللي هم ايه، أمواتك اللي هو آبائك وأجدادك، هتقابلهم يوم القيامة، يقول لك انت احنا بعد ما متنا انت عكيت الدنيا، ولا ازاي كده؟ انت كسفتنا وعرتنا وعرت العيلة، وجدك ايه يستناك في القبر بالعصاية يديك، فهمت ازاي؟ خد بالك، فما يصحش تعمل كده. والإيمان لا يخرج عن فعل المأمور واجتناب المنهي، فلذا أفرد الحياء بالذكر لأن رتبته متوسطة بين الأعلى والأدنى. ولما أشار صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الشعب وأوسطها وأدناها، ترك بيان الباقي للعلم به بالمقايسة إلى أحد ثلاثة تلك الثلاث، فمن عرف تلك المقايسة فواضح، ومن لا فيلزم الإيمان بعموم العدد، وإن لم يعرف جميع أفراده كما يجب الإيمان بالملائكة وإن جهلت أعيانهم وأسماؤهم، كذا في شرح المشكال ابن حجر. وقال الدميري: إنما جعله بعض الإيمان، وسيأتي في الحياء وفضله بسط. متفق عليه. فيه نظر، فإن قوله فأفضل وقول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق لمسلم فقط، فيقول كلامه على أن أصل الحديث بدون هذه الزيادة فيهما، وقد تنبه لذلك الحافظ السيوطي في الجامع الصغير، فقال بعد إراده باللفظ المذكور أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة، ووقع لصاحب المشكاة كما وقع للمصنف، واعترضه شارحها الشيخ ابن حجر المكي بما ذكر. ثم الإخبار عن الإيمان بأنه كذا وكذا شعبة من باب إطلاق الأصل، وهو الإيمان على الفرع وهو الأعمال، والحقيقة أنها تنشأ عنه لا أنها هو. والبضع من ثلاثة، البضع من ثلاثة إلى تسعة، تقديم التاء تسعة، هو خايف لحسن إيه الطبعة تبقى مش واضحة فتقراها سبعة، بالك بتقديم التاء عشان إيه تاخد بالك إن دي تسعة الأولها تاء، لأن لو مخدتش إن أولها تاء ممكن تبقى سبعة. خد بالك إن ما كانوش بينقطوا زمان، بيحطوا نقط، أي ما بينها، هذا هو الأشهر. وفيه حديث مرفوع: البضع ما بين الثلاث إلى التسع، رواه الطبراني وابن مردوي عن نيار بن مكرم. وقيل ما بين الثلاثة، وقيل اثنين والعشرة،
وقيل من 1 إلى 9، وفي القاموس هو ما بين 3 إلى 9 وإلى 5، أو ما بين 1 إلى 4، أو من 4 إلى 9، أو هو 7. وإذا جاوزت لفظ 10 ذهب البضع، لا يقال 20، أي يقال ذلك أو يقال ذلك. والشعبة في اللغة القطعة والغصن من الشجرة وفرع كل أصل، وأريد بها في هذا الحديث الخصلة أو الجزء، أي الإيمان ذو خصال أو أجزاء متعددة. الحديث 10 والأخير في هذا المجلس عن أبي هريرة بقى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في طريق بطريق، أي فيها، اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب منها، ثم خرج فإذا للمفاجأة، يسموها فاء الفجائية، فإذا يسموها إيه؟ فاء الفجائية. كلب يلهث يدلع لسانه من العطش، وليس غيره من الحيوان كذلك، يأكل الثرى أي التراب الندي. قال الحافظ في فتح الباري: يجوز أن تكون الجملة خبرا ثانيا وأن تكون حالا. وفي شرح مسلم للمصنف يقال لهث ولهث بفتح الهاء وكسرها، لهث لهث، يلهث بفتحها في المضارع، واللهاث بضم اللام، ورجل لهثان وامرأة لهثا، هو الذي أخرج لسانه من شدة العطش. من تعليلية العطش، من تعليلية أي من أجل العطش أو بسبب العطش. وأكله للثرى لقربه من الماء في التبريد، فقال الرجل أخذ منه قرينة أكله الثرى الذي لا يكون منه إلا من العطش، لقد بلغ هذا الكلب بالنصب، لقد بلغ هذا الكلب بالنصب في النسخ المصححة وكذا، ضبطه الزركشي وشيخ الإسلام زكريا في تحفته، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثله، تبقى فاعل بقى، فاعل بلغ، الذي كان بلغ بي منه، فنزل البئر فملأ خفه، ما قالش بقى وأنا مالي ده كلب نجس ومشي، لا، شفقة إيه القلب وإيه ورحمة القلب، الرحمون يرحمهم الرحمن، فلما يكون في قلبك رحمة ولو على أبسط حاجة، ولو على حيوان، ولو على دابة، فهمت إزاي؟ ربنا إيه يعاملك بالرحمة. فنزل البئر فملأ خفه، ساقط من رواية البخاري، وكذا قوله حتى رقي، ثم أمسك بفيه حتى رقي بكسر القاف على اللغة الفصيحة المشهورة، ويقال رقى وهي لغة طي، زي أصلح إيه، اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى، تنفع تقولها كده، مضى بقى على لغة طي، والفصيح اغفر لنا ما مضى وأصلح ما بقي، تنفع الاثنين، بنقولها احنا في الوظيفة الزروقية مش كده. يبقى هنا برضو إيه، رقى ورقي. فسقى الكلب فشكر الله له. قال العارف بالله ابن أبي جمرة في كتابه بهجة النفوس اللي احنا بنقراه في رمضان، ربنا يبلغنا رمضان ويعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ويفتح مساجدنا ويعيد العمرة والحج كما كان. هل الشكر، ده كلام سيدي أبي جمرة، ايه أبو جمرة بقى فيه، بيقول هل الشكر من الكلب لله أو من الله لعبده؟ يعني فشكر الكلب، شكر ربه يعني انه شيء بيقول لك كده، او من الله لعبده، ولا الله شكر فعل عبده فأي فأثبه. واذا قلنا ان الشكر يكون بالقول او بالحال احتمل والقدرة صالحة، فاذا قلنا ان الشكر من الله تعالى لعبده فيكون الشكر بمعنى القبول، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول قبل الله عمله وأثبه بالجنة عليه، انتهى. وعلى انتهى يعني النقل يعني. وعلى الوجه الأخير اقتصر المصنف في شرح مسلم فغفر له. وفي الحديث إن أفضل القرب الخير المتعدي، فإنه إذا جوزي بهذا الجزاء الحسن على هذا الفعل اليسير مع هذا الحيوان المندوب إلى قتله بشرطه، لأن احنا أمرنا بقتل الكلب الإيه؟ العقور، فكيف بي مع من هو صالح؟ فكيف بقى باللي بيسأل الإنسان؟ شوف الأم بقى
بتربي ولادها، سقتهم كم مرة من هم صغيرين لحد ما ايه، طول ما هي عايشة، وتأكلهم ومش كده وبس، وتراعيهم وتدعي لهم وتقلق عليهم. فشوف بقى ايه القائمة بهذه التربية، الأمهات دول، ده سقى كلب مرة واحدة، سقية واحدة ربنا غفر له، ودي قاعدة طول النهار ترضع وإيه وتغير وتحمي وتعمل، ولما يكبر تشربه بإيدها، ولما تعد له طعامه لما يكبر ويخرج يشتغل، والزوجة كذلك في بيتها مع زوجها، والزوج اللي بينفق وبيجيب لهم الطعام والشراب قاعد بيسقي العالم دي كلها. يا سلام، يا بخت المتجوزين وبينفقوا على أولاده، ويا بخت الأمهات اللي هي قاعدة بتربي، كل دول إيه ثوابهم عظيم عند الله. فهمت بقى ازاي؟ وانت برضو ممكن يكون واحد صديقك في العمل وعطشان، واخد بالك، وقاعد على المكتب مشغول، تقوم ايه تقول له انا هجيب لك ميه معايا وانا جاي، مش تقول له انا هخدمه وانا خدامه ولا ايه، روح هو يخدم نفسه، هو مشلول يعني. في ناس بتتكلم بالغل كده، ما عندهاش بقى الشفقه والحبه والحاجات الحلوه، فاهم؟ فبطل غل يا مغلول. وعشان كده قال لك ان ايه افضل القرب الخير المتعدي. متعدي يعني ايه؟ يعني يصيبك ثوابه ويعود خيره على غيرك. فانه اذا جوزي بهذا الجزاء الحسن على هذا الفعل اليسير مع هذا الحيوان المندوب الى قتله بشرطه، فكيف به مع من هو صالح؟ تسقي شيخك، تسقي راجل من اهل القران، تجمع المسلمين اللي في المسجد وتحط لهم اكل ياكلوا، يا بختهم دول. فهمت بقى ازاي؟ واذا كان كده مع الشرب يبقى مع الاكل من باب قالوا. فهمت ازاي؟ الشرب سهل، الاكل اصعب. فهمت ازاي؟ فيا بخت الطباخين، الناس اللي فاتحين مطاعم دول وسهرانين طول الليل، قاعد يوضب ويعمل ويغلي على مش عارف ايه، ويعمل الفول ويعمل كل ده عشان الناس تصحى بدري وهي رايحه شغلها، تعدي عليه يديهم سندوتشات ويديهم بتاع ويوضب لهم اكلهم، هو بياخد مقابل صحيح، بس هو بيعمل عمل جليل، واخد بالك ازاي؟ فكونه انه بياخد مقابل ما يقللش اجره. والسهران طول الليل في الايه؟ في الفرن بيخبز علشان الناس وهي نايمه تصحى تلاقي اكلها جاهز وتشتري العيش بتاعها بسهوله. كل دي اعمال جليله وعظيمه عند الله. فلو كل واحد عرف ان عمله ده بيعبد ربنا بيه يبقى مقبل عليه وبيعمله بانشراح صدر. مش واقف بينفخ طول النهار، يا رب توب عليا من الوظيفه دي بقى وخلصني بقى. يا عم احمد ربك انك انت في خدمة وربنا مديلك قوة وعافية تخدم غيرك، دي نعمة كبيرة. فهمت؟ فلازم كل الناس تشيع هذا في ايه، في الأمة. الفلاح اللي بيزرع ده ما فيش طائر يأكل من زرعه، ولا حيوان ولا إنسان إلا بياخد ثواب. فشوف اللي زرع القمح ده وتحول لدقيق وكلناه احنا، وهو بيمر في المراحل دي كم طائر نقر وكل، وكم إنسان استفاد من هذا، كل ده ثواب للي زرع وقاعد في بيته وزرع. فيقوم يخلي الزارع يزرع بنفس، والصانع يصنع بنفس، واخد بالك، وبطيب خاطر، تقوم تتحول الحياه الى ايه؟ الى سعاده. يبقى كل واحد سعيد بما اقام الله فيه وفرحان بما اقام الله فيه. فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا من الحاجات دي كلها، لان الناس في زحمه الحياه فقد هذه المعاني، فبقى ايه؟ بيعمل كل حاجه وهو يعني يزق نفسه عليه وهو نفسه مسدوده. فهمت بقى ازاي؟ فبقى في اكتئاب عام بين الناس، فما يصحش كده. يعني طول ما انت مع النبي وتسمع كلام النبي كده تحب ربك وتحب عملك وتحب إقامة الله اللي أقامك فيها وتحب قدر الله وكيف أنه يجعل أرزاق العباد متفاوتة بين أيادي العباد علشان الكل ياخد ثواب في رزق العباد. مع إن الرزق والله لكن كان ممكن يديلك مباشرة، لا بيدولك من خلال 100 واسطة عشان كل واسطة من دي تاخد ايه ثواب، تاخد ثواب، كل ده ياخد ثواب. فكل ده فضل الله واسع. فبطل تنفخ بقى يا نفاخ. وفيه دليل على التحضيض على فعل البر وإن قل، إذ لا يدري فيما تكون السعادة. وفي دليل على أن الإخلاص هو الموجب لكثرة الأجر، إذ حال الرجل كان كذلك إذ هو في البرية لم يره أحد حال سقيه وكان مخلصا في ذلك العمل. لأنه لما عمل كده وسأل كلب ما كانش بيدور في جمهور بيشوفه ولا لا، ده حاجة بيعملها كده لله.
وفيه دليل على أن إكمال الأجر يكون بإكمال العمل، يؤخذ من قوله في رواية: فسقى الكلب حتى أرواه، يعني إيه؟ شبعه يعني. فبإكمال ريه أكمل الله نعمته عليه. ويؤخذ من الخبر إفساد بعض الأمتعة إذا ترتب عليه الثواب الأخروي. ألا ترى إلى غرفه الماء بالخف المفسد له عادة؟ الخف لما تملاه ميه وتحوله إلى إناء ممكن يفسد، لكن مش شرط، مش مهم، حتى يفسد من أجل الطاعة لا بأس، طالما من أجل طاعة. لكن لما كان في ذلك صلاح آخرته فهو في صلاح. ويؤخذ منه تعب الفاضل للمفضول. الإنسان أفضل من الكلب طبعا، ده لا شك فيه، ولا دي قابلة للشك والمناقشة. في أوروبا أحيانا يقدموا الكلب على الإنسان، في أوروبا الانتماس بصائرهم، فهمت بقى إزاي؟ لكن عندنا الإنسان مكرم، وبالرغم من كده الإنسان المكرم ده بقى بيخدم الكلب اللي هو أدنى منه رتبة، فيبقى إيه؟ لا تتعالى على خدمة من يكون أقل منك رتبة، فهمت؟ ففي تواضع. ويؤخذ منه تعب الفاضل للمفضول إذا احتاج المفضول إليه، إذ تعب الرجل للكلب. ونوع الإنسان أفضل من باقي الحيوان. الجملة دي فيها مناقشة عند الأوروبيين المجرمين الجهلة، فهمت ليه؟ لأنهم لم يدخل في قلبهم نور الإيمان ومعرفة التفضيل بين الخلق ومراتب الخلق. ده هو ساعات يحافظ على الكلب ويقتلوا بني آدمين ويجوعوا البني آدمين، ويحافظوا على الكلاب ويطبطبوا عليهم قوي، ما شاء الله. يا ريت يعاملوا البني آدمين زي ما بيعاملوا الكلاب في أوروبا. كذا يؤخذ ملخصا من بهجة النفوس للعارف بن أبي جمرة. قالوا: يا رسول الله، لما ذكر لهم هذه القصة وحرضهم على صنيع المعروف وإن قل، فإن المقصود من ذكره صلى الله عليه وسلم لقصص من مضى التحريض على الفعل الممدوح للممدوح والنهي عن ضده وغير ذلك من الفوائد، إذ العبث لا يقع منه صلى الله عليه وسلم. وإن لنا في سببية البهائم، أي بسببها، أجرا. فقال: في كل، أي في كل إرواء كل كبد رطبة أجر. والرطوبة كناية عن الحياة، فإن الميت يجف جسمه وكبده. وقيل: الكبد إذا ظمئت ترطبت. ففي الحديث الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله. لكن هتلاقي عقربة مثلا بتقرص الناس وعطشانة تسقيها، حية بتقرص الناس تأذيها، تقوم تنزل تسقيها وتربيها وتأكلها وتجيب لها سندوتشات. لا، في حاجات المؤذية تقتلها، فهمت بقى ازاي؟ وهو ما لا يؤمر بقتله. فيحصل بسقيه والإحسان إليه الأجر سواء كان حرا أو مملوكا له أو لغيره. أما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتله، وهو كل مؤذي، متفق عليه. وفي رواية البخاري: فأدخله الله الجنة، أي ابتداء مع الناجين، وهي لازمة للرواية السابقة: إذ من غفر له دخلها كذلك. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بضم التحتية بركية لظمئه، قد للتقريب كاد يقتله العطش لاشتداده به، إذ رأته بغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة تشديد التحتية، أي زانية. والبغاء الزنا بالأجر، البغاء ايه؟ الزنا بالأجر، واخد بالك؟ ولا تنافي بين كون الفاعل هنا امرأة، وفي الحديث قبله رجلا، لاحتمال تعدد القصة من بغايا بني إسرائيل. فنزعت موقها بضم الميم وفتح القاف، قيل خفها فارسي، الموق ايه؟ فارسي معرب بكلمة الخف يعني. وقيل: الذي يلبس فوق الخف، وقيل له الجرموق. فاستقت له فسقته، أي حتى روي، فغفر بالبناء المفعول لها به، الموق الخف، ويطيف يدور. قال في شرح مسلم بضم الياء: يقال طاف وأطاف إذا دار حوله. والركية بفتح الراء المهملة وكسر الكاف وشد التحتية، وهي البئر مطلقا، وقيل قبل أن تطوى، يعني إيه؟ يبنى لها سور. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما،
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.